خويا كنت زي بالموتور عندي، مشيت عند شي عائله هي هذيك، مي مشيت تميت غاي داز واحد الكاميون لاحني في واحد الفوسي، حسيت براسي هزوني للسبيطار ديال جديده، داري القفص انا مهرج تريسات ودقري العظم، جابوني كلينيك، جابوني كلينيك درت العمليه درت الحديد هذه 7 سنين، دو كان تألم ما عنديش، طلب لي الدكتور 500,000 فرنك باش يحيد لي الحديد. بعد ما درتش الحديد شحال درتي الحديد؟ داروا لي بشي مليون وشي حاجه. نعم دروك في كلينيك؟ في كلينيك هاد الامارات. ودابا ما بغاوش يحيدوه لي في موريزكو. واش دابا انت وريتينا الضربه خرج الحديد من اللحم؟ تيعقرني دابا الحديد تيعقرني ما نعسش. خرج لك فيس من اللحم؟ خرج فيس ها هو التصويره ها كلشي نوريك التصويره. ها هي عندي التصاور ديالهم. خارج ليا من اللحم، رجليا هي خارج ليا منها. ها هو كتشوف. ها هو الفيس ها هو. وكنتألم بزاف. كنتألم اخي كنتألم. ما حيلتي المعيشة، ما حيلتي الضو، ما حيلتي. تخدم في حديقة. باك دي كانوا عاطيني واحد العود توني كوتشي، كانت ندوق نسوق الكوتشي كيعرفوني الناس، دوزت سنين وانا معاهم شي كدا وعشرين عام، الخير درنا المغادرة الطوعية عطانا جوج فرانك مشاو مع ولاكيس داو لينا لاكيس، هادشي مني كان فهمتي خدمت مع مور وداز حم داكشي الى اخره. وانا كنتألم دابا كنشوف شي انسان شي اللي فيه الحنان ويعطف عليا يشوف حالي. شنو خاصك تحيد هذيك العمليه باش تحيد؟ عمليه باش نحيدو اخويا. مشيت للسبيطار كنطلع انا دابا زي من موريزكو والو مشي والو بقى كيطلع يتلاحوا فيا ويديو فيا ويجيبوا فيا. بحال شكي كتمشي عندهم تقول لهم ما خليوكش تمشي عند الاطباء دابا فين كاين يلا كتشوف اخو سير عند هذاك اللي كيكتب عطاك الرانديفو هادي هو تيقول لك لا ما ندوزكش. علاش؟ تنقول علاش انا ماشي مواطن ماشي مغربي. هذيك لا راه درتيه في كلينيك انت عندي الراميد عندي كل شيء. درتيه في كلينيك ما علاش؟ ما عنديش. قدرتي تمشي للكلينيك تحيدو؟ الكلينيك خصك 500,000 قلت لك طلع. طلب لي الدكتور. عندك 500,000 ما عنديش كون عندي كون عطيتها هذا العذاب. الدكتور راه كاين في شارع الفيدا، في شارع الفيدا كاين وكيدير العمليه هنا في الامارات. قال 500,000 طلب لي 100,000 ريال. ما خدام ما ردام والو. عندي لا وليدات لا والو، انا والمراه الزوجه ديالي وكنطلب الله والمحسنين يشوفوا بحالي. انا قال الله كنتعافر مع الضو والماء والمعيشه والغالب الله. دابا انت والزوجه وما عندك الاولاد انا خو انا ولدي انا وليت تنبيع دي طاي كاع انظر في القريعه كيعرفوني في القريعه تبيع مع دي طاي برجليا والله نجمع ما جمعتهاش يلا كنجمع المعيشه باش ناكل ما تجمعش ليا فين تبيع الجباكيات شحال غتخلي لك ثلاث الباكيات 640 لا ما دير لي والو يلا كندعيش انا والزوجه ديالي والغالب الله الانسان يشوف بعينيه وحل بقلبه راه ما تضيعش يا اخي انا ما درت هذا الشيء تا ما البيبان تسدوا عليا اخويا هذا الشيء حياه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع عقيبها كنت صحيح كنت ما عليا ما بيا انت ما تشوف علي يمكن على كل حال قدر الله ولدي هي مصطفى دابا بغينا شي رساله توجه للمغاربه وتوجه للقلوب الرحيمه ايضا توجه لوزاره الصحه الصحه الضحيه للاهمال اذا بغاش عليك الرونديفو في السبيطار الرساله الاخيره ديالك ايوا خويا ولدي ما انت كيلوحوا فيا وجيبوا في تقريبا شهر زياده انا كنطلع لموريزكو طلعت ليا حتى من المعده ناطت ليا الوراق ها كلشي ها هما تصاور جبدهم ليك تشوفهم اما الوريقات ولا اله الا الله اخو تنطلب شي محسنه محسنه اولدي يشوف عيني ويحل بقلبه ما عندي شي والله سبحانه وتعالى العائله غتعقل عليا ما يعقلوش عليا ما عقل عليا تي شي واحد ملي كان عندي فلوس كنت محبوب كلشي يبغيني
كلشي غوت. اللي ما عنديش دابا ما كنشكرف حتى واحد الا الله سبحانه وتعالى. نصيب الخير في البراني ما نصيبه في الليل. انا عندي وزيق ما قدرتش نواجه شي واحد عندي العائله اقول لي والو. ومع الله ما كان ما داير معاهم حتى شي حاجه ديال العار ولا شي حاجه. الحمد لله حنا في دولة الاسلام والقلوب الرحيمة كاينين وناس تساعدوا معاك ان شاء الله، لان ثمن 5000 درهم ان شاء الله لا الله ييسر. الله يجيب شي موحد، الله يجيب شي محسن ومحسنة. هاي المعذبين يا درجل ما كنهضر معاك والحريق في الرياء ما كندير لا فريد لا والو. الطريق ما ديرهاش والو اخويا، ما عنديش باش ناخذ لا فريد لا والو والو. كاين الله سبحانه وتعالى، قلت كاين الله مدار مع الضو والماء والمعيشة صافي. هادشي اللي كاين. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين.